الوغ ناول الزاويه من الرباط. المشاركه ديالي انني جايه نستافد من مع خبراء في مجال الشغل وخصوصا مجال المقاوله اللي انا مهتمه بها كثيرا او نيفو دو فينانسمون دو بروجي اي لا ريوسيت دو بروجي. هادي اول مشاركه ديالك؟ هذه المشاركه الرابعه، فما كنبغيش نحرم راسي من وجودي في هذا الفوروم، كل افاده وكل كل معرفه. واش انت استفدتي من هذا الفوروم باش كرييتي لا لونتربريز ديالك، ولا واش كان شي فالور اجوتي ديال الفوروم على الحياه المهنيه ديالك؟ اكيد ان انا والخبراء اللي انا تلاقيت معاهم هنا مازال واقفين معايا لدابا او نيفو دو كونساي او نيفو دو فورماسيون، فرجع لي الحمد لله كان قيمه مضافه ليا. انت عندك دابا اون انتربريز؟ انا دابا في اطار مقاول ذاتي. نعم. شنو هي اون انتربريز ديالك؟ شنو انا جو في لا ليفريزون دي روبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاسم كريم. مهدي. مهدي متشرفين. تكلمنا شويه على المشاركه ديالك في هذا الفوروم هذا النهار. شفت الاعلان ديالهم بان كيتيحوا فرص شغل بالنسبه لاصحاب المعاقين، اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه، وجيت نشوف الحضور ديالي. دونك اول مره كتشارك؟ اول مره كنشارك. واش سمعتي عليه وعمر شي حد قال لك راه؟ كنت ديجا سمعت عليه هذه واحد الدوزون، ودابا وهذا العام عاد كتب لي نجي. العامات اللي قبل ما كانتش كتب لي بانني نجي، هذا العام كتبت بانني. درتي شويه على لي شويه مزيان داك الشيء؟ شويه على الاستقبال مزيان الحمد لله مزيان. وكظن بان عندك حظوظ واش؟ ان شاء الله انا درت لي عليا وحطيت لي السيفي ديالي والكمال على الله. نقدر نعرف شنو لي زيتود ديالك؟ درت لانفورماتيك ودرت لونسونيومون. داكور. وانت من مدينه البيضاء؟ انا من مكناس. من مكناس. واش جيتي من مكناس ولا انت جالس؟ لا جيت من مكناس. جيتي من مكناس من الفوروم. اهلا، اسم كريم. سي عبد الله. سي عبد الله، قول لي واش هذه اول مشاركه ديالك؟ اول مشاركه يا اختي، اول مشاركه. وشنو كيفاش كيبان لك هذا الشيء هذا؟ مزيان. اول عام احداث لي. درتي شويه على لي ستوند؟ درت عليه. حطيتي السي في ديالك؟ حطيت. كيفاش كان الاستقبال ديال الناس؟ واش عندك شي اسبوار كيبان لك زعما انا ممكن تلقى خدمه هنايا؟ المهم ممكن ان شاء الله يكون خير. وشنو هما شنو هو لي ستود ديالك؟ شنو درتي؟ شنو هما لي كومبيتونس ديالك؟ كان عندي تجربه في المحكمه، كلشي. نعم في المحكمة كنت مع واحد المحامية، كنت عندي كورتي. وشنو الخدمة اللي بغيتي تلقى هنايا؟ اللي كان هنا اللي كان ما بقاوش جالسين. تتحاول تلقى شي هدرة؟ نحاول وما بقاش جالس في الدار. سيدي بون شونس، وكنتمنى تلقى خدمه فيا لو فوروم ان شاء الله. شكرا بزاف. مرحبا. لله مرحبا. سامارش. السلام عليكم. السلام عليكم. تحدث لنا شويه على نفسك وعلى هاد المشاركه ديالك في هذا الفوروم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سميتي عبد المطلب الرحوي. مشيت الميريكان وديت ثلاثه ميدايات ديال الذهبيين، وحده ذهبيه وحده ذهبيه وحده نحاسيه، ومشيت امريكان كالون دي سيت ديال الناطاسيون. ولا لا امينه ولا لا عائشه هما اللي داروا لي هاد القرعه هادي. شنو دابا جيتي لهاد الفوروم شنو كتقلب؟ تنقلب على خدمه، وهذا الشيء مزيان اللي تديرو. وكي جا دزتي شويه درتي على لي ستوند؟ درت على لي ستوند هذا وصرفت شويه وباقي لي ستوند هذا. درتيهم السي في ديالك؟ شنو تبغي تخدم؟ نخدم اي حاجه. انت عندك شي عائله؟ عندك وليدات؟ هي مراتي. مشرفين. قولي لنا، تحدثينا شويه على الامريكا.
وشارك بزاف ديال الاولمبيات وعنده الحزام الاسود في الكاراتيه في الجيدو. كان عنده بزاف ديال احلام ساعتي ما تحققاتش لان ما صابش اللي ساعده. والحمد لله فاش لقينا هذا ديال لي زونديكاب الحمد لله قلنا غادي نستافد وغنجيو نشوفوا كاين بزاف ديال الشركات ان شاء الله يعاونوا. مدرب في السباحه ديال سي بي ام ديال الدواء كنخدم معاهم ودابا غير الدار. لا غير الدار كنتمناو يساعدوا هاد الناس هادو ان شاء الله يكون خير.